ليج 4 مرات وكل ألقاب الموسم الماضي. هنا سجل الهدف، محاولة تصل للسيتي، السيتي عن طريق بيتروف، 1-0 فعلها بيتروف، فعلها بيتروف 1-0. بيتروف البلغاري يسجل هدف المباراة الأول لمصلحة السيتي في مرمى إدوان فاندرسار، في مرمى فاندرسار التي لا يشارك فيها بسبب الإصابة فينسنت. كامل مسيرته لعب 518 مباراة طبعا، سجل 30 هدف. بدايته كانت فيه خطيرة لمصلحة نجوم البريمير ليج، ثم من هناك ورأي التسلل. التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا التي ستقام في صيف العام. نجوم المغربي إلى رايان جيكس، يلعب لكرة عالية للأمام لإدوان فاندرسار مدير الكرة في الأياكس أمستردام الماضية. تفوق كبير للسيتي على اليونايتد في هذه الأسماء موجودة على مقاعد البدلاء. أكيد بأنه كوارتيولا وروبرتو مارتينيز سيتيح والد آير رايت، واحد من أساطير الكرة الإنجليزية ونادي أرسنال. هذه الكرة إلى سمير ناصري، إلى غويرو، إلى بيتروف، وضعية تسلل تربوا في الفترة الأخيرة. هذه محاولة إلى فاندرسار كيت، بالإضافة إلى رودولفو بوريل الإسباني والمدير الفني التي تمتلك نادي مانشستر سيتي، نادي أتلتيكو التركي في أوروغواي، نادي والثلاثية مع مانشستر يونايتد الدوري والكاس في إنجلترا، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا. كان أول من حقق هذا الرقم وتجبر أي خصم على أن يرفق حتى وإن كان في أرضية ملعب، لأنه لاعبو يفتقدون للخبرة. أي طبعا كان هنا في هذه المباراة وإن كان مع منتخب بلجيكا يريد أن يقلب النتيجة كاراغر طبعا كما فعل على حساب سبيرز هنا في مدريد. هذه كرة من نيكي بات عالية للأمام، نجم الأيرلندي روبي كين. شوف عرضية نيكي بات كانت في منتهى الروعة، بوسكي مع البوسكي، هذه محاولة أغويرو، أغويرو بهدف نيستا، بهدف الرسام. لم نشاهد أغويرو السيتي مع أغويرو التانجو الأرجنتيني. في وسط ملعب الكرة إلى دافيد سيلفا، كرة للأمام، أغويرو إلى روبن هود، فان بيرسي، فان بيرسي، ومن ينسى هدفك في مونديال 2014. هدف ثاني لمصلحة السيتي، كرة شورايد فيليبس انطلق في هذه الكرة، يرسل لكرة عرضية باتجاه شورايد فيليبس، انطلق من هناك في اليمين نيكي بات، نجم اليونايتد السابق، كرة إلى رايان جيكس، نيكي بات إلى رايان جيكس، ولكن جوهر نجوم البريمير ليج، الأسطورة الويلزية رايان جيكس، الأسطور 10 أسماء على مر تاريخ كرة القدم، الأسماء أيضا المميزة اللي مرت على تاريخ الدوري طبعا، من دون أن ننسى طبعا رايان جيكس، محاولة تصويب بعيدة يا شورايد فيليبس، هذه الكار عند الكبير إدوان فاندرسار من جديد كمدرب بالأسلوب الذي يتمثل سيتي، كان الأفضل وكان قريبا، لكن الحظ لم يقف مع السيتي. يا أغويرو، كرة من هناك، ناصري، كان نفل، فأنت قد فاتك الكثير من متعة وجمال كرة القدم. بيتروف انطلق من هناك، يحاول فيها داري نفل سيتي. إذن تبديل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، يمشي هذه الكرة الأمام باتجاه روبيكين، كله توريس وتفاهم مع ليسكوت، يحاول في هذه الكرة، الله على التدخل على الكرة، كان بشكل رائع من الشاهد الهولندي فاندر فارت نجم الكرة الأسترالية. هذه كرة للأمام، التعادل، 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 الله، حلوة حلوة، جو هارت، جو هارت ينقذ فريقه من هدف التعادل، ولقطة كان من البارسا أيضا هو الآخر هبط مستوى، لكن أعتقد بأن يسلل الكرة، يلعب كرة عرضية، الكرة إلى فان بيرسي، الله، روبي كين، روبي كين الذي لا يخطئ المرمى يسجل هدف التعادل لنجوم البريمير ليج بكرة ثلاثية في هذه اللقطة. شوف مايكل كاريك إلى رايان جيكس، انطلق في هذه الكرة جيكس، جيكس كرة أرضية خارج منطقة الجزاء، كرة إلى إدوان فاندرسار، شوف الضغط فيها على مستوى الفخذ بالنسبة لغاري نيفيل، تمريرة تحرك ممتاز بدون كرة، لكن ما تمرش من الإفواري من الوحش. استمعوا لصيحات جمهور مانشستر سيتي، تبديل، يس، أرضية أرضية، لكن مايكل كاريك موجود،
لأن جمهور السيتي بكى مع الهدف اللي سجله في مرمى ليستر، كان شيئا لا يذكر. ابن الأسطورة مايكل، عش مايكل، يضعها في 90. بيبي غوارديولا سبلت في التغطية من أمام أشلي كول بشكل. He's a good player. He's done all his youth teams, youth team levels in good clubs. So I want to see him. Right, you got some rethinking to do. Get back over there. Yeah, it's not his fault though.